ما كانش هنا المكان، احنا خذينا المكان، احنا ولاد الحومه ما عندناش مكان. احنا كاع رانا كونت. سافوش بالمكان. نعتبرها حركه ارهابيه كاع. السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، رمضانكم كريم، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. اليوم اخوتي عندنا فيديو جديد في القناه الثانيه. اليوم اخوتي راني جايب لكم حقيقه المسلسل الجزائري الضامه، وايضا غادي نشوفوا سبب اللقطه التي جاءت في الحلقه الاولى من هذا المسلسل. قعدوا معايا اخوتي حتى النهايه. قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لايك وتشاركوا المقطع باش يوصل عدد كبير من الناس، واشتركوا في لاشين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. تابعوني في حساباتي الشخصيه انستغرام وتيك توك ولاباج تاع فيسبوك، غادي تلقاهم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق. حقيقة المسلسل الجزائري الضامة. يلقى مسلسل الضامة لعبة الشطرنج الذي يعرض على تلفزيون الجزائري الرسمي بمناسبة شهر رمضان رواجا كبيرا، وبات يتربع على عرش الترند الرمضاني، حيث حقق لغاية الآن 5 ملايين مشاهدة على موقع يوتيوب. والمسلسل عبارة عن عمل فني من نوع دراما الأحياء الشعبية التي باتت تعرف انتشارا واسعا في الجزائر خلال السنوات الأخيرة. الضامة يعالج هذا العمل التلفزيوني الذي أخرجه يحيى مزاحم وشاركت فيه نخبة من الفنانين قصة عائلية جزائرية تقطن في حي باب الواد الشعبي بالعاصمة، وتغرق في مجموعة من المشاكل الاجتماعية مرتبطة أساسا بنشاطها في الحصول على قوتها اليومي. وتناول المخرج مجموعة من الظواهر الاجتماعية كانت تشكل في وقت مضى طابو يستحيل معالجته بطريقة تلفزيونية، مثل قضية المتاجرة بالمخدرات وسط الأحياء الشعبية، وطرق تجنيد الأطفال في هذا النشاط ومختلف أشكال الانحراف المنتشرة بين الشباب على خطأ أولاد الحلال. وشبه العديد من المختصين والمشاهدين محتوى ومضمون العمل الحالي بمسلسل أولاد الحلال الذي تم عرضه قبل 3 سنوات ولقى نجاحا باهرا. الآن خوتي بعد ما تعرفنا على القصة الكاملة لهذا المسلسل الجزائري الضامة، غادي نشوفوا ما هو المشكل الذي أثار جدلا كبير في مواقع التواصل الاجتماعي وتم عرضه في هذا المسلسل. غادي نتعرفوا على حقيقة هذا المشكل. أثار مشهد من المسلسل الجزائري الضامة الذي يعرض في رمضان جدلا كبيرا في الجزائر، بعد أن ظهر في أحد مشاهده جدارا عليه كلمة ماك، وهي اختصار بالفرنسية للحركة من أجل تقرير مصير القبائل، ما دفع السلطات المختصة إلى مطالبة التلفزيون العمومي بتوضيحات. وفي بيان نقلته وسائل إعلام جزائرية، رسلت سلطة ضبط السمع البصري إدارة التلفزيون العمومي مطالبة بتوضيحات بخصوص المشهد في مسلسل الضامة. والضامة كلمة عامية في الجزائر للعبة تشبه لعبة الشطرنج. هذا هو خوتي السبب الذي أدى إلى إثارة جدل كبير في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، يعني اللقطة التي ظهرت في إحدى حلقات هذا المسلسل، أظن في الحلقة الأولى على ما أعتقد. المهم هذه اللقطة ظهر فيها اسم الماك. الماك هو اختصار لكلمة الحركة من أجل تقرير مصير القبائل، راكم فاهمين خوتي. وهذه المنظمة ممنوعة في الجزائر وغير معترف بها إطلاقا في الجزائر خوتي. المهم خوتي غادي نشوفوا الرد من أولاد باب الواد على هذا الموضوع خوتي. تابعوا خوتي معايا الفيديو. لا شنو الماك ماشي الدولة. ما كانش هنا الماك، خذينا الماكلة، احنا ولاد الحومة ما عندناش ماكلة. احنا كاع رانا كونت. سافوش بالماكلة. نعتبرها حركة إرهابية كاع. دخلنا فيها احنا. ما عرفناش مع الماك والله ما تسولنا هنا. أنت رجال هذه ما فيهاش الماك، الماك ماشي رجال. لا كان رجال ما ظلتش. ماشي رجال خويا. هذه باب الواد رجال ما عندناش رجال هذه خويا. ميرسي بوكو يعطيكم الصحة. ما عندناش الماك خويا، ما عندناش الماك. وحال كاع وحال. صافا. اوكي. صح. اسمع ليك شنو هذاك اسمه ماما، اسمه هذاك السيد.
يتماروكو دوك يجي دوك يجي ترى الصغار مولوعين فيلم حفر هاي لك ورينا دي دار الباك هذه هاي شوف شنو بليبر او سيل تاع الفيلم دوك يجي بجوجل بجوجل انا كاش عرفت بلي فيلم حفره جيت هاي دوك ندير لك اللي يصير قدامك هاي فوالا دوك ندير لك اللي يصير قدامك ندير لك اللي يصير قدامك جيت سكانيت وشنو هاد سين ها هنا بقى المشكل كاع كيما كنا كي بقى تاع التلفزيون كاع كنا هنا شفنا في البريباراسيون في المونتاج في لا ديفيزيون واحد ما انتبه واحد ما انتبه ايه الله غالب احنا ماناش كاع حابين نديروا لا بوبليسيتي لهاد الناس المهم كيما سمعتوا خوتي قال لكم باللي احنا خاطينا منظمه المارك وقال لكم باللي منظمه المارك احنا كامل ما نستعرفوش بها وقال لكم احنا خاطينا هذوك هما ارهاب وحنا مسلمين بالتالي وقال لكم ثاني احنا ما لاحظناش هذه اللقطه في المونتاج خوتي وهذه الكتبه تاع المارك كتبوها غير دراري صغار يعني اطفال صغار كتبوا كلمه الماك ما كتبناهاش حنا وما كناش نقصدوا حاجه اخرى ولا ندعموا في هذه المنظمه قال لكم خاطينا هذه منظمه ارهابيه وحنا مسلمين وقالوا لكم في باب الواد ما كانش هذه المنظمه وابدا ما يدعموش هذه المنظمه وقالوا لكم ولاد باب الواد رجع المهم انا جبت لكم هذا الفيديو غير باش نوضح لكم هذا المشكل اللي راه واقع الان يعني هذا الجدل الكبير هذه الفوضى على خاطر هذا المسلسل درامي يعني هذا بسبب عدم المراقبه يعني كون جاوا يراقبوا من البدايه حتى النهايه كل ما وقعناش في هذا المشكل وما عرضوش هذه اللقطه في المسلسل الجزائري اللي غادي يشوفوه كامل العائلات الجزائريات المهم الان خوتي في الاخير انتم اعطوني رايكم في التعليقات وصلنا لنهايه الفيديو شكرا لكم بزاف على المشاهده نتمنى تكونوا استمتعتوا معي في ديال الحلقه ما تنساوش خوتي ديروا لايك 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 خوتي وتشاركوا المقطع باش يوصل عدد كبير من الناس واشتركوا في لاشين وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد وتابعوني في حساباتي الشخصيه انستغرام وتيك توك لاباج على فيسبوك غادي تلقاوهم في صندوق الوصف ولا في اول تعليق ونلتقي في الحلقه القادمه الى اللقاء